السلام عليكم. الآن راح نبلش شرح الديفليكشن، طريقة الـ Virtual Work. طبعاً طريقة Virtual Work هاي الطريقة، إذا أنت ما فهمتها وما طبقتها وتمكنت منها بنسبة 100%، ممنوع تدخل إشي اسمه Structure 2. تمام؟ اللي ما بدخل Structure 2 أو اللي بدخل Structure 2 بدون ما يفهم هاي الطريقة، فيرست ستراكشر 2 بطير منك. بس الفيرست يعني ما بديش اثقل عليك اقول لك سكند فاينل، لا بس الفيرست 25 علامه بروحوا منك. ف مهم جدا الطريقه هاي تفهمها. طبعا هي الطريقه هون بالستراكشر 1 موسعه كثير، يعني في هنا الديفليكشن ناتج عن حراره وعن شير وعن نورمال وعن مومنت وزي هيك. بس انا راح اركز لك على المومنت والباقي بنقرا قراءه زي قراءه السلايدات زي ما بقولوا. تمام. بكل بساطة طريقة الـ Virtual Work احنا حكينا الـ Deflection، في عندي أنا طريقة الـ Integral كان فيها التكامل غير محدود، يعني بطلع لي C1 و C2 مثلا C3 وبحل وبندر كونديشن وسوالف. طبعا كان يحكمني بالـ Origin إلا إذا كان بتاخذ واحد من اليمين وواحد من اليسار بساوي الثيتا ببعض ولكن سالب بتكون. وكونجوجيت بيم أخذنا الكونجوجيت بيم اخذنا فيها حكينا بنحول البن لفري الى بن، اذا كان بن بالنص انترنال هنج والفيكس فري والفري فيكس، بنحط المومنت ديجرام لود على الكونجوجيت بيم وبنطلع الرياكشن. الرياكشن للكونجوجيت هي الثيتا والديفليكشن. طيب هسه هون طريقه الفيرتشوال وورك هي قريبه جدا من الطريقه، سهله جدا بكل بساطه. في عندي شيء اسمه ريال بيم اللي هو البيم الاصلي، في عندي شيء اسمه فيرتشوال بيم. فيرتشوال بيم اسمها فيرتشوال وورك يعني فيرتشوال بيم. شو بتحكي لي هاي الطريقه؟ بحكي لي في اذا انا بدي احسب الديفليكشن عند نقطه، بس نقطه يعني الكونجوجيت بيم ممكن كان اطلع معادله شير للكونجوجيت بيعطيني فعليا هي معادله المومنت او معادله الثيتا. الانتجرال كانت تطلع عندي بدلاله اكس بطلع هاي عند نقطه، بيطلب مني ديفليكشن عند نقطه. عشان هيك قلت لك هاي مهمه بالستراكشر 2 لانه اول خطوه بالستراكشر 2 او السؤال بيطلب منك اوجد الرياكشن. فطريقه الفورس ميثود اللي راح ناخذها بالستراكشر 2 كانت انه بتفرض انه فين الديفليكشن عند الرياكشن وبتحل على اساسه. فانا بحل على الفيرتشوال وورك عشان اوجد الديفليكشن ده عند هاي النقطه. فبالتالي بالفيرتشوال وورك بيهمني اني اوجد الديفليكشن عند النقطه. فبتحكي لي الريال بيم. الريال بيم اللي هو البيم الاصلي، يعني لو كان انا بدي اسهل عليك واعطيك بيم زي هيك بس 5 متر وبي بتشبه 10. تمام، قلت لك اوجد الديفليكشن عند النقطه بي. فهذا هو الريال بيم. الفيرتشوال بيم شو هو؟ هو بيم بيشبه البيم الاصلي، بيشبهه مش زي الكونجوجيت بيم، ولكن عليه لود 1 كيلو نيوتن. في حال طالب مني احسب ديفليكشن او بيم عليه مومنت 1 كيلو نيوتن دوت متر، في حال اذا بدي احسب السلوب. تمام، هاي هي طريقه الفيرتشوال بيم الفيرتشوال وورك. اذا بدي احسب ديفليكشن بحط لود، واذا بدي احسب سلوب بحط مومنت. طبعا طالما عندي ديفليكشن سالب معناه انه انا فارض لتحت، فانه فعليا ديفليكشن لفوق. طلع معي هذا موجب يعني انه فعليا انا السلوب عندي كاونتر كلوك وايز. طلع معي سالب وانا فرضه هيك فهو كلوك وايز. تمام، شو الطريقه بتحكي لي؟ هاي الخطوه الاولى برسم فيرتشوال وورك وفيرتشوال بيم. بحكي لي بتوجد معادلات المومنت، توجد معادلات المومنت للفيرتشوال بيم والفيرتشوال والريال بيم بنفس عدد القطوع وبنفس الاوريجن. يعني اذا انا قطعت هون واخذت الجزء اليمين فانا لازم اضطر اقطع هون واخذ الجزء اليمين، واذا لم تحسب فيه بقطع واخذ الجزء اليمين اليسار قصدي. اذا بدي اقطع واخذ الجزء اليسار فانا لازم اخذ الجزء اليسار، ما يعكستهم يمين يسار. لو قطعت هون قطعين بدي اقطع انا هون قطعين بنفس القطع ونفس المعادلات ونفس حدود التكامل، بنفس معادله الاكس تكون صالحه مثلا من 0 ل 5، اكس صالحه من 1 ل 5 وهكذا. فاللي بدي اوصل لك اياه انه اي شيء بتقطعه على الفيرتشوال وورك بتقطعه على الفيرتشوال بيم. طيب نرجع نكتب نرسم السؤال بسرعه. في عندي لود 5 ومسافه 5.
طبعا احنا قلت لكم في معادلات بتحسب الكنتليفر بيم مباشره بدل انه بي ال تكعيب على كذا وسوي زي كذا، انا بدنا نحسبه هاي. هذا الفيرتشوال بيم شو بعمل؟ بطلع معادله المومنت. طبعا لازم تكون ذكي، تختار اسرع معادله للمومنت بدون ما تقرب على الرياكشن. فبختار هاي المعادله، يعني الاوريجين هون، يعني اكس هون، بطلع معادله المومنت هاي بسميها ام كابيتال. الريال بيم المعادله بتطلع مني اسمها ام كابيتال، مسافه اكس ولود 5. فمعادله المومنت هي عباره عن سالب 5 اكس. بصالحه هاي من وين لوين؟ ننتبه من 0 ل 5 اللي هي طول البيم. لو عندي قطعين هيك، طبعا انا بدي احسب الديفليكشن عند النقطه بي، بروح برسم هسه الفيرتشوال بيم، بحط عليه لود 1 كيلو نيوتن، نفس الشيء 5 متر، بقطع نفس القطع. خلص انا مجبور قطعت يمين، باخذ يمين، بحط عليه 1، بحط عليه قيمه اكس، بحط عليه ام. فالمعادله هي سالب اكس، برضه صالحه من 0 ل 5، لازم تنتبه. فشو صفى عندي الديفليكشن؟ هسه القانون اللي بدنا ناخذه، الديفليكشن اللي هو الدلتا بيساوي تكامل حدود معادلة المومنت. لو عندي معادلتين مومنت بجمع تكاملين، فلازم حدود المعادلة تكون عارفها. فبتحكي تكامل من 0 ل 5. هسه هاي مش ام كابيتال، انا هي خربطتها، بسميها ام سمول، هاي بسميها ام سمول الفيرتشوال وورك. فبحكي تكامل معادلة الام ضرب الام سمول في دي اكس على اي ام. بس هاي هي المعادلة اللي انا بحتاجها. يلا تكامل من 0 ل 5، طبعا هاي بتعوضها على الحاسبة، عندي سالب 5 اكس ضرب سالب اكس على اي اي، يعني 5 اكس تربيع على اي اي تكامل من 0 ل 5. بحلها على الآلي حاسبة بتطلع معي، بكتب تكامل 5 اكس تربيع من 0 ل 5، بطلع الجواب 208.33 على اي اي. 208.33 على اي اي طلع معي موجب، موجب يعني زي كان ما فرضت اللود لتحت، يعني الديفليكشن راح يكون لتحت، يعني هيك الجواب. ننتبه الموجب يعني زي فرضت اللود، ما انا فرضت اللود. فهي طريقة الفيرتشوال وورك، بس تعمل تكامل معادلة المومنت للبيم الأصلي، معادلة المومنت للبيم العادي، وتضربهم بعض. طيب نيجي لمثال ثاني، نفس المثال نفس الرسمة، هاي نقطة A، هاي نقطة B، وهون نقطة C على مسافة 2.5. حكالي أوجد الديفليكشن، فايند، أو بقول لك find deflection and slope at C. فشو حكينا احنا الخطوات؟ تمسك البيم ترسمه زي ما هو، بس ريال بيم، هذا الريال. الفيرتشوال بيم بتحط 1 كيلو نيوتن مكان ما بده الديفليكشن. وين بده الديفليكشن؟ هون، بحط هون 1، طبعا بشيل اللودات اللي عليه كانت 2.5 2.5. تمام، عندي بيمين، قلنا عدد القطوع اللي بنقطعها بالبيم الأصلي لازم تكون نفس عدد القطوع اللي بقطعها بالبيم الفيرتشوال. طيب أنا هسه بالبيم الأصلي لو بدي أقطع بقطع مرة واحدة، راح تقول لي صح، ولكن بالبيم الفيرتشوال بضطر، يعني خلص بقطع مرة واحدة، معادلة المومنت هون 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 نفسها، ولكن بالبيم الفيرتشوال بحتاج أقطع مرة قبل اللود ومرة بعد اللود، راح تحكي لي صح. فبالتالي أنا بحتاج أقطع قطعين، لازم هاي أول شغلة إن أنا بحتاج أقطع قطعين. ليش هيك؟ لازم تقطع عدد المعادلات بالبيم الأصلي نفس عدد المعادلات بالفيرتشوال بيم، يعني أنا قطعت تحت 2 لازم أقطع فوق 2، قطعت تحت 3 لازم أقطع 3، وهكذا. طيب نقطع القطع الأول هون، معادلته بكل بساطة قبل شوي حكيناها، وآخذ الأرجن من هون، فهي سالب 5 إكس، والإكس صالحة من 0 ل 2.5. بعدين القطع الثاني نفس الإشي ونفس الأوريجن، بدي أفرض ها هاي سي، هاي إكس، هاي 2.5، وهاي 5. فبرضو أم تساوي سالب 5 إكس،
ولكن هاي صالحة من 2.5 لـ5. تمام، عادي ترى انه جاي الثنتين راح يعطوني نفس القيم لانه نفس المعادلة، فبالتالي بقدر انه احكي من 0 لـ5، بس احنا حكينا انه لا، مشان حدود التكامل، هاي مشان حدود التكامل. يعني لو فعلا عندي كان بالاصل لود ثاني بالبيم الاصلي، يعني انا احط لك هون لود 10 بتتغير مع المعادلة. تمام، نرسم معادلات الفيرتشوال بيم. الفيرتشوال بيم الاولى ام سمول حكينا تكون كم؟ 0. المعادلة الثانية هاي الأوريجن، لازم أخذ نفس الأوريجن، دخلت الأوريجن كان هون فبالتالي لازم أخذها هون، فبالتالي هاي هي قيمة X، هاي 2.5، فبالتالي M small ناقص 1 في X ناقص 2.5 تساوي 0. طبعا هاي المسافة x ناقص 2.5، فبالتالي m small بدها تساوي x ناقص 2.5. فهاي صالحة من وين؟ x صالحة من 2.5 لـ5، وهاي صالحة x صالحة من 0 لـ2.5. فبالتالي الديفليكشن بده يساوي تكامل من 0 لـ2.5، 0 في هاي 0 زائد تكامل 0 اي تكامل 2.5 لـ5 في سالب 5x في x ناقص 2.5 على EI، فبيطلع معي الديفليكشن. طبعا لاحظ قبل شوي طلع معي 208.33، فهون لازم يطلع معي اقل. نعم، التكامل السالب 5x ضرب x ناقص 2.5 من 2.5 لـ5 بيطلع معي 65.1. هستطلع معي على حاسبي سالب، بس مش عارف ليش طلع معي سالب. اتوقع معادلة المومنت انا غلطان فيها الثانية. هي سالب ام، شايفين كيف؟ حس يعني منطقيا، فبالتالي الجواب 65.1 على اي اي. تمام، لاحظ انه اقل من 238، وبالتالي هذا الالاستيك كيرف له هيك، فكيل الديفليكشن اللي هون هو مش نفس اللي هون. تمام، لو طلب مني الثيتا، المعادله اللي فوق ثابته، الريال بيم ثابت، اللي بتغير عندي الفيرتشوال بيم. بتغير عندي، افرض انا مثلا هيك 1، فالقطع الاول 0 ما حدش بيختلف فيه عليه، الثاني بيختلف عندي كالتالي، انه هون 1، فالمعادلة بتكون M سالب 1 فقط، يعني M تطلع معي M سالب 1 بس. فلما أكامل هون هذيك 0 ما اختلفناش عليها، هون بفرق معي إنه بحكي سالب 1 في سالب 5X بس، فبكامل أنا 5X، فعليا بكامل 5X بطلع الثيتا. هذا الفرق بين السلوب والحال، فثيتا بتساوي تكامل 5x 2.5 لـ5 تطلع معي 46.875 على اي اي. طلعت معي بوزيتيف، يعني ايش؟ يعني انا فعليا هاي مع عقارب الساعة، ديفليكشن مع عقارب الساعة، واصلا اجباري تعمل لي مع عقارب الساعة تحت ما تساوي 0. طيب، هاي هي طريقة الفيرتشوال وورك. يعني أنا لو وقفت الفيديو هون أنا فعليا أنا انجزت، بس لا، يعني بنكون إحنا منطقيا شوي. تشوف الكتاب بحكي لي هون لو أنا بدي ثيتا بحكي ثيتا، لو أنا بدي هاي بدي بيم، فهاي الريال بيم. لاحظ هون لو كان أنا عندي زي هيك، أنا بدي أحسب الديفليكشن عندي، فإيش أنا بعمل؟ كم قطع هون بالبيم الأصلي؟ بقطع مرتين، بدي أقطع 3، بدي أقطع 4. ليش قطعت هون؟ يعني أنا فعليا لو بدي أقطع بالأصل، شوفوا، لو بدي أقطع بالأصل ما بقطع هيك وهيك وهيك، صح، ولكن لما بدي أقطع هون بدي أطبق القطعات، رح أقطع هاي على مستوى هاي وهاي على مستوى هاي. طيب هاي من قبل اللود وبعد في قطع، هون في قطع، هون بدي أحركه هون. شو بتحكي ليش انت؟ ليش غوزت؟ يعني ليش خليته نفس المستوى؟
فهاي هون. طيب بس أنا بعد اللود لازم أقطع، صح ولا لا؟ صح، أضطر أقطع هون. فبالتالي عدد القطوع هو 4 قطوع، وفي القطع اللي هو اللي راح يكون هذا القطع اللي هون والقطع اللي هون راح يكونوا نفس المعادلة، بس الحدود بتختلف معي. واحدة مثلا بتكون من 5 ل7، واحدة بتكون x من 7 مثلا ل10، ولكن القيمتين نفس المعادلة. ليش؟ لأنه أنا فعليا هون هون وهون نفس الشيء، نفس اللود ما تغير شيء، بس أنا قطعت مرتين بسبب الفيرتشوال بين. طيب أنا هيك حكيت البروسيجر، بقول لي أوجد عندي البوينت بي، أوجد عندي البوينت بي، فأنا بحل البيم، بوجد معادلة البيم الأصلي، بعدين بوجد معادلة الفيرتشوال بيم. الفيرتشوال بيم بشيل اللودات وبخلي لود 1 كيلو نيوتن، وحليت أوجدت معادلة المومنت هي سالب X، معادلة المومنت بالبيم الأصلي سالب 6X تربيع، فهاي الدلتا. تمام، بده الثيتا عند الإند، عند A، عند B، بده ثيتا عند B، فأنا بالبيم الأصلي بقطع قطع، وبالبيم الفيرتشوال بقطع قطعين، واحد قبل الثيتا، واحد بعد الثيتا، فبضطر أقطع مرتين. فلاحظ انه قطع مرتين، شايف هون؟ هسه هون غير، حكى لك الاكس من هون، فتغيرت المعادله، ولكن لما اخذها من هون الاكس بتصير من صفر للطول اللي ظل. قديش ظل؟ قديش ظل؟ 5. اما لو خليت الاوريجن زي ما انا حليت قبل شوي، تكون هاي المعادله من 0 ل5، وهاي بتكون معادله من 5 الى 10، ولكن لو انا اخذت الاوريجن من هون تكون هاي المعادلة من 0 ل5. يعني بتغير معي التكامل، يعني بصير معي بتغير حدود التكامل، بدل ما تكون من 5 ل10 بمعادلة اسمها -3 في 5 زائد x، مثلا لا، بدل ما تكون معادلة من 0 من 5 ل10 وقيمتها هي -3x، بتصير معي معادلة اسمها من 0 ل5 في -3 في 5 زائد x. هذا اللي بصير معي، والخمسة هاي هي الفرق بين حدود التكامل، بس ما بدي افهمك اياها هيك. فبدي تفهم انه انا الاورجن بغيره زي ما بدي، بس الاورجن اللي بطبقه على البيم الاصلي بطبقه على الفيرتشوال بيم. وهذا سؤال اوجد ديسبيسمنت عندي، فانا شو بدي اعمل؟ راح اقطع بالفيرتشوال بيم، بدي اقطع بالبيم الاصلي قطع قطعين 3، وبالفيرتشوال بيم راح ارفع باب واقطع قطع قطعين 3، مع انه انا فعليا بقدر اقطع قطع واحد وامشي، بس التكامل بيجبرني أن يكون عندي معادلتين نفس الشيء. نلاحظ معادلة معادلتين 3. هذا فريم. طبعا الحلو بهاي الطريقة أنها بتعمل ديفليكشن للبيم وبتعمل ديفليكشن للفريم، مش زي الكونجوجيت بيم والانتجرال كانت بس للبيمات، لا هاي للفريمات. فأنا هون لو بدي أوجد الديفليكشن عند C، horizontal ديفليكشن عند C، فأنا بحط load horizontal زي هيك، تمام، بحط لود هورزنتال زي هيك، وبحل بقطع قطع قطعين، وبالبيم الاصلي برضه بقطع قطع قطعين. يعني هاي شوف الفيرتشوال، هاي الفيرتشوال بيم، هاي الفيرتشوال بيم، وهاي الفيرتشوال، وهاي البيم الاصلي. طبعا تعطيك ملاحظه نسيت احكي لك اياها، لو انا كان عندي بيم زي هيك، هاي 10، هاي 5، هاي 5، هاي الرياكشن الها 5، وهاي الرياكشن الها 5، هذا الريال بيم. هسه الفيرتشوال بيم لو طلبت الديفليكشن هون مثلا، فشو بيكون عندي البيم؟ بيكون زي هيك. خلينا نحط لك اياها نقطة كبيرة. طلبت منك الديفليكشن عند النقطة الزرقاء، فأنا راح أحط لود هون، صح؟ فحط لود هون، ما هيك، فحط لك لود هون، فبالتالي هون اللود مقدار 1. ما بحط الرياكشن 5، اوعك، بحسب الرياكشن من جديد، بحكي هاي المسافة مثلا 2، والمسافة اللي ظلت هي 8، هاي 2 هاي 8، فبحكي مجموع المومنت عند الـ A تساوي 0 مثلا، بحكي سالب 1 في 8 زائد BY في 10 بتساوي 0، فبحسب بي واي 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 بطلع معادلات جديده ورياكشن جداد. ننتبه، هاي ملاحظه تحكي لك اياها. تمام، هسه اذا مايل نفس اللي شاهدت تقطع، ما فيش اي فرق، يعني ما فرق مايل عن شيء. طيب هسه هون احنا شرحنا الفيرتشوال وورك كان عباره عن
من المومنت. هسه انا برضه الشير والاكسيال لود والتمبريتشر بيعملوا لي برضه ديفليكشن، بس ما راح نركز عليهم كثير، بس بدي اعطيك المبدا الاساسي، بدي اعطيك المبدا الاساسي، لانه اصلا الديفليكشن من الشير والحراره والهاي مهمل. ليش مهمل؟ لانه انا مثلا ديفليكشن عند الحراره بيطلع معي مثلا 10 مليمتر، الديفليكشن اللي عن المومنت بيعطيني مثلا 10 سنتي، بس الديفليكشن اللي عن الشير زائد الموم زائد التمبريتشر زائد النورمال فورس مثلا يعطيني كامل مثلا 10 ملي. فانا بدي احكي التوتال ديفليكشن 10 سنتي 10 سنتي 1 ملي، يعني مثلا 10 سنتي 1 ملي، 10 سنتي زائد 1 ملي، يعني زائد 1 على 10 قوة سالب 1. فانت قاعد بتقول يعني 10.1، بس الديفليكشن 10 سنتي و10.1 سنتي ما بفرق معي. عشان هيك دائما نهمل الشير والمومنت والحراره. بس انا بدي اعطيك المبدا الاساسي. المبدا الاساسي كالتالي: لو بدي احسب الديفليكشن، لو بدي احسب الديفليكشن او الثيتا يعني عن الاكسيال لود، فانا بكل بساطه بدل ما اوجد معادله المومنت، معادله المومنت واضربهم ببعض، اوجد معادله الان كابيتال اللي هي معادله النورمال فورس. عادي اني اقطع اوجد النورمال فورس، طبعا هي دائما ثابت مشان هيك ما في تكامل، فبضرب النورمال فورس في النورمال فورس اللي بالبيم الاصلي، هاي النورمال فورس بالفيرتشوال بيم. يعني انا بقطع، يعني اعطيك مثال، طبعا النورمال فورس يعني بتخص الفريم عندي فيكست، يعني انا بهذا لازم اعطيك امثله عشان تفهم علي. عندي هون مثلا لود موزع، هون عندي مثلا لود مركز، حكى لي احسب الديفليكشن عند بي الناتج عن النورمال والشير طبعا والمومنت. ما راح احلل لك مثال كامل. المومنت نعرف كيف المومنت، اقطع حط فيرتشوال لود، او بديش احط ريفر، اوجد معادله المومنت هون وهون وهون، صح؟ صح. اوجدت معادلات المومنت فبحكي تكامل زائد تكامل زائد تكامل، هيك وجدت اللود على المومنت. تكامل لمين؟ معادلة M capital في M small، M capital في M small، M capital في M small. طيب هسه ما بدي أحسب للشير، بدل ما أحكي، فلما أقطع ما بحكي مجموع M، لا بحكي شير لود مستطيل زي هيك، وهي مثلا مسافة X، فالشير هون مثلا بساوي W في X، هاي معادلة الشير. ولو كان لود مركز زي هذا فبتكون الشير مثلا هيك، هاي الشير مجموع اف اكس تساوي زيرو، فبالتالي في بتساوي زيرو، فيش هون معادلة شير. وبالثالثة بتكون معادلة الشير مثلا بتساوي بي، في بتساوي بي، فهاي الشير بالبيم الاصلي. بعدين بشيل الفيرتشوال وورك، طبعا المفروض انطلب مني فيرتشوال، بشيل بيم اصلي، المفروض انطلب مني فيرتيكال ديفليكشن، بحط هون لود 1 كيلو نيوتن وبقطع هون، بوجد الشير بيطلع معي 1 1، وبوجد الشير هون بيطلع معي 0، وبوجد الشير هون انا بدي احط نقطه مشان اميز انه هون في عندي قطع كان برضه 0. فبعمل تكامل، او مش بعمل تكامل، بنطبق القانون اللي عندنا هون اللي هو تكامل من صفر لأل، يعني من المعادله قصده، المعادله في كي كي بيقول لي حسب نوع السكشن، يا 1.2 يا 10.9 يا 1، طبعا هو بيقول لي بالامتحان شو نوع السكشن بتاخذها. في في سمول، في سمول اللي هي الشير بالفيرتشوال بيم اللي طلعتها اللي كانت 1.0.0، الفي كابيتال اللي هي كانت معي دبليو اكس وصفر وبي، والجي الجي اي ثابتين، هذول جي اي اللي هو المودولس اوف ريجيديتي، والاي اللي هي الاريا. فبيطلع معي الديفليكشن الناتج عن الشير، والنورمال فورس بنفس الطريقة، التمبريتشر والتورشن لو طلب مني من التورشن برضه في عندي هذا القانون، بس مش مهم. بس التمبريتشر، التمبريتشر صراحة ما مش مفهوم شوي، يعني بيقول لي في هنا إشي اسمه تمبريتشر بروفايل، تمبريتشر بروفايل بطلع إشي اسمه تي ام، فالناتج عن الحرارة هو ام، ام اللي هي معادلة المومنت، والألفا اللي هو معامل التمدد الحراري، والدلتا تي ام اللي هو الافرج اللي بروفايل هاف على سي، سي مش عارف شو سي صراحه،
السي اللي هو mid of depth of beam، يعني أنا البيم عندي هذا، هذا البيم، فالدبث إله هذا، فأنا مش عارف شو هذا الدبث، هو البيم دائما شبه منحرف ولا إيش، فهذا إشي مش مفهوم شوي. والأم اللي هي internal moment in virtual beam، in virtual load، شايف بال virtual beam ما في عندي، يعني أنا هون هاي، فهذا بقول لك أحسب لي المومنت اللي أحسب لي اللي ناتج عن ال الأكسيال لود والشير. فهون أوجد معادلات الشير، وأوجد معادلات النورمال، وأوجد معادلات المومنت. معادلات المومنت عشان التمبرتشر، كأنه لا مش عشان التمبرتشر، معادلات المومنت محتاجها أصلا. هاي معادلات المومنت عشان الديفليكشن، لاحظ هون طلع معاد الديفليكشن ناتج عن المومنت 1.3، أما الناتج عن أكسيال لود طلع ما أصغره، واللي ناتج عن الشير طلع ما أصغره. ففعليا ما بفرق معي بالحل، ما بيأثر علي بالحل، عشان هيك احنا الاثلاك بنهملهم. بس لاحظ الحل انه جمع الاكسيال لود اللي ناتجين من التمبرتشر والهاي والهاي، زي ما شرحت لكم قبل شوي، هاي معادلات المومنت عملهم تكامل. هذا لانه النورمال فورس دائما ثابته، فبالتالي ما في عندي تكامل، بجمع الجمع. هذا مثال على الحراره، هذا مثال على الحراره. بصراحه الدلتا تي ما بعرف شلون جابها، يعني هو مش الدلتا تي ام، السي السي 5 انش، 5 انش من وين جابها؟ يعني ما حد الدبث للبيم فاخذها 5، بس انه ما بعرف اذا هي دائما هيك او لا. تمام، هيك احنا شرحنا الفيرتشوال وورك، بس ما راح اوقف، راح اشرح برضه الكاسيتاجينو ثيرم فور بيم اند فريم. هاي نفس الفيرتشوال وورك، بس هاي بتفرق معي، بدل ما اعمل معادلتين مومنت، تعمل معادلتين مومنت صغار وسهلين. شو بتحكي لي هاي؟ الديفليكشن هي حدود التكامل زي الفيرتشوال وورك، ام كابيتال اللي هي معادلات المومنت بالبيم الاصلي. في مشتقة معادلة المومنت على لود اسمه بي في دي اكس على اي اي. شو هذا الاشي؟ شو معادلة المومنت بي على اي اي؟ اعطيك مثال سريع جدا. هسا كنا نحكي بالفيرتشوال وورك، شو كنا نحكي؟ كنا نحكي في عندي فيرتشوال بيم وريال بيم. هون ما فيش الفرق بين طريقتين، انه هاي على بيم واحد بتشتغل. لو عندي هاي 5 وهاي عندي 10، شو بعمل؟ بطلع معادلة المومنت، بطلع معادلة المومنت فرضا قطعت زي هيك. فرضا طلب مني الديفليكشن هون عند النقطة بي، شو بعمل انا هسه؟ بقطع، بوجد معادلة المومنت الام كابيتال، فبتطلع معي ام بتساوي سالب 2.5 اكس تربيع. تمام تمام، هاي ام. بعدين في عندي شيء اسمه ديفرنشال ام على بي، شو معناها هاي؟ بقول لك على نفس البيم، على نفس البيم حط لود مركز اسمه بي مكان ما بدك الديفليكشن يعني، وطلع معادلة المومنت. معادلة المومنت راح تكون سالب 2 نفسها، بس بتزيد عليها اللي بتعمله بي سالب بي في اكس، هاي بتساوي معادلة المومنت برضه. فشو بتعمل انت؟ تعمل differential المومنت على البي، differential مومنت على differential بي بتساوي، كل اشي في بي بتشتقه، يعني البي بي ثابتة صح؟ فشو مشتقتها؟ سالب اكس. هون في بي، شوي غير اللون، هون في بي، لا ما في بي، فبالتالي مشتقتها زيرو. هون في بي، بشيل البي بضل سالب اكس، كانت سالب بي لحالها فمشتقتها سالب واحد. فبتعمل انت بتحكي تكامل من 0 ل 5 مثلا، طول البيم 5، في معادله المومنت الاصليه سالب 2.5 اكس تربيع، في الديفرنشال اللي هو سالب اكس في دي اكس على اي ار. هاي هي طريقه الكازاتيكيفو ثيرم، اللي هي ابصر شو اسمها. بس هاي مثال سريع، لو كان عندي لود موزع فمعادله الام هي سالب 6 اكس تربيع، ومعادله الام اللي ناتجه عن الفراكشن على نفس البيم بس بتزيد عليها سالب بي في اكس، فالفراكشن هو سالب اكس البارشال ديفرنشال، بتطبق المعادله وخلاص. هو نفس الشيء، لو طلب عند بي اوجد السلوب عند بي، فانا بحط مومنت، بشتق المومنت بالنسبه للمومنت، يعني بحكي ديفرنشال ام على ديفرنشال ام فتحه، يعني اي مكان في شيء اسمه ام فتحه بشتقه. فهي البيم الاصلي وهي البيم اللي فيه الكذا تلفيل ما بعرف شو اسمها، بتشتق بتقطع هون معادله هون معادله، فعندك معادلتين بتوجدهم، بعدين بتوجد المعادلات اللي فيها ام فتحه فبتشتق. يعني شوف هنا المعادله الاولى فيهاش ام فتحه فهي مشتقتها زيرو، المعادله الثانيه فيها ام فتحه فمشتقتها واحد، انت بتشتق بالنسبه لام فتحه، ها شوف مشتقتها واحد. ف
فبتطبق المعادلة بتكامل من 0 ل 5 كذا وبتحل. وهون نفس الشيء أوجد عندي السي، فالمعادلة الأولى تقطع هيك وتقطع هيك توجد معادلة المومنت الأصلية، بعدين نفس القطوع بس بتزيد عليها قيمة البي، هاي البي، فشوف هون وبتشتق بتطلع هون نص إكس وهون بتطلع نص إكس، بي بتختفي معي لأنه دائما بي لود مركز يعني فيش بي تربيع، وبتكامل وبتمشي. بتمنى إنه هاي الطريقة وصلت، وهاي أمثلة كمان وبتحل طبيعي أمورك طبيعية. هيك إحنا خلصنا الفيرتشوال بيم للبيم وكل الطرق. ما راح نوقف برضو الفيديو، بدنا ندرس التراس، نرجع للتراس ديفليكشن للتراس. برضو إذا أنت ما فهمت الديفليكشن بالتراس لازم تحل مرة ثانية. ديفليكشن للتراس بنفس الطريقة، أقول لك مثال سريع، ما بحب أنا مش بكتاب بالديفليكشن لأنه هذا إحنا لعبتنا بالستركتور 2. لو كان عندي أنا البيم التراس التالي، في عليه بين، في عليه رولر، في عليه لود 5، في عليه لود 10، مثلا 3 4 5. شو حكالي؟ طبعا A و B و C. حكالي احسب الهوريزونتال ديفليكشن at C مثلا، الفيرتيكال ديفليكشن at C، والهوريزونتال ديفليكشن at B، والفيرتيكال ديفليكشن at B. في واحدة منهم بتساوي زيرو، ليش؟ تتذكر الباوندري كونديشن؟ باوندري كونديشن بتقول الديفليكشن عند السبورت بيساوي زيرو. طيب البي هاي بتمسك الديفليكشن عن الواي، فبالتالي الفيرتيكال ديفليكشن زيرو تشطب عليها، اما الهوريزونتال ديفليكشن هاي بتتحرك فبالتالي راح يكون في ديفليكشن على هاي، فانا بدي اوجد هذول الثلاث. طبعا هذول الثلاث كيف بدي اوجدهم؟ طيب خلينا احنا نحل الهوريزونتال ديفليكشن عند سي. الهوريزونتال ديفليكشن عند سي شو بتعمل؟ بدك تطبق القانون التالي، مجموع ان سمول في ان كابيتال في ال على اي اي، بس هذا القانون هو بيساوي الديفليكشن. طيب شو الان سمول؟ انا ايش طالب مني؟ الهوريزونتال ديفليكشن دلتا اكس، دلتا اكس عند السي. فشو بتعمل طالب مني الهوريزونتال ديفليكشن عند الاكس؟ فيرتشوال وورك. فيرتشوال وورك شو بتعمل؟ بترسم فيرتشوال تراس. انتبه الرياكشن مش نفسهم. طبعا انا بدي افرض انه بتحرك لليسار، يعني عادي فرض هذا زي الرياكشن واحد. فشو بعمل؟ بدي اوجد الهاي. هسه هذا زيرو، زيرو منبر، فبيضل عندي هذا التراس وهذا. بوجد القوة بهذا المنبر ان، مثلا هذا المنبر ان بي سي، بوجد الفورس بالمنبر ان اي سي. بعدين بالترس الأصلي ان كابيتال راح تكون هاي ان كابيتال، ان كابيتال اي بي، اي بي سي قصدي، وهاي ان كابيتال اي سي، وهاي برضو زيرو. فايش بعمل انا هيك؟ انا اوجدت ان سمول وان كابيتال. بتروح تعمل جدول، جدول كالتالي. بتحكي هون منبر، تحكي هنا ان سمول، تحكي هون ان كابيتال، تحكي هون ال، تحكي هون ان سمول ان كابيتال في ال. تمام تمام. تحكي هون ممبر اي بي، بي سي و اي سي. التنشن تحطه بوزيتيف، الكومبريشن تحطه نيجاتيف. تمام، بتحط هون القيم الان، تحط هون ان كابيتال، تحط هون الال طول الممبر، هذا طوله 3 مثلا، وهذا طوله 4، وهذا طوله 5. هم تضرب ببعض، تضرب هاي القيمة في هاي تحطها هون، تضرب هاي القيمة في هاي تحطها هون، تضرب هاي القيمة في هاي تحطها هون. هاي القيمة على اي اي بتعطيني الديفليكشن. خلص لترس، خلص لترس والله.
عشان ما بدي احل ارقام طويله لانه الفيديو بصير عليه ساعه. هذا ترس على السريع بيقول لي اوجد الفيرتيكال ديسبيسمنت ات جوينت سي، اوجد الديفليكشن هون. شو بعمل؟ برسم انا فيرتشوال ترس، هيو هذا فيرتشوال ترس. بدل بشيل كل اللودات الخارجيه وبخلي اللود الواحد كيلو نيوتن وين بحطه على الترس نفسه. طلب مني فيرتيكال، لو طلب مني هوريزونتال بتحط هوريزونتال فورس هون. تمام، فيرتيكال بتحط اللود هون، وشو بتعمل؟ بتوجد القوى بالمنبرات هيهم، طبعا السالب يعني كومبريشن والموجب يعني تنشن، والبيم والترس الاصلي توجد القوى بالمنبر، توجدهم عادي سكشن ميثود جوينت ميثود دبر راسك، توجد كل المنبر كلياتهم. شو بتعمل؟ بترتب الجدول التالي، فهاي ان سمول هيهم هذول هم هذول، وهاي الان كابيتال، وهاي الال هاي اطوالهم، وضربهم ببعض وجمع قسم على اي وخلص. طبعا انتم تطمنوا بالامتحان ما راح يكون ترزن هيك، راح يجي زي المثلث اللي انا عملته مثلا ونصه زيرو فورس ممبر، نصه زيرو فورس ممبر عادي. هذا نفس الشيء بس عندي بده ايش طلب مني؟ اوجد الفيرتيكال ديسبيسمنت عند سين. فالفيرتيكال ديسبيسمنت عند سين الفيرتشوال ترس عندي كالتالي هيك، واحد بوجد القوة بهذا وهذا وهذا، وهون بوجد القوة بهذا وهذا، بضربهم بعض بطولهم وخلص. ها المجموعة 10.69 هذا ترس ثاني. هذا ترس سهل جدا، لو شلك المنبر لود هاف او مش شلك اللود هاف، شو طلب منك؟ انساك من الحرارة. الحرارة طبعا لما يطلب منك ديفليكشن حرارة او شو الديفليكشن الناتج بشكل عام، الديفليكشن الناتج عن الحرارة هو ان في الفا في دلتا تي، هذا اخذناه بالسترينج ان في الفا في دلتا تي في ال. المجموع الان هي مجموع القوى، كانت مجموع القوى واحد شكلها، والالفا معامل التعدد الحراري، الدلتا تي معطيني اياها، والال معطيني اياها طول اللي هي حسب اي منبر قلت لك انه ال، يعني هون ال حاكي 12 مش عارف 12 شو بصراحه، 8 في 6 فهي 10. ما اقول هاي 12 هاي 12 معامل التحويل، هاي 8 هاي الثمانية عبارة عن بتجمع لكل منبر، يعني هاي بتجمع المنبرات كلها، هاي لكل منبر، بس هو شكله المنبر واحد قيمة الان إلى واحد. هاي شوف بس هذا المنبر قيمته واحد، باقي صفار شكله مش عارف، بس انه الفكرة انه لما يكون عندك ترس زي هيك وطلب مني مثلا vertical displacement at sea، فالvirtual truss هو هيك، بالتالي هذا zero force منبر وهذا zero force منبر، وفي عندي هون reaction، فالرياكشن اللي هون بيساوي هذا، والرياكشن اللي هون بيساوي هذا، وهذا المايل لهم. بس بتحل ساكن الحرارة، شغلة الحرارة أنا ما راح أشرحها. وللتراس طبعا بنفس الطريقة اللي بترسم اللود، للتراس شو بتعمل؟ بتطبق هذا القانون، بتغير شوي. الديفرنشال على بي مضروب في ان تربيع في ال على 2 اي، فهذا القانون بتطبقه. الدلتا بتساوي ان مجموع القوى بالمنبر تضربها بديفرنشال الان على الهاي في ال لكل منبر. طبعا كيف يعني؟ الحل كالتالي، قال لي اوجد الفيرتيكال ديسبيسمنت عند سي، فانت شو بتعمل؟ بتروح تحط هون الود بي لانه طلب مني فيرتيكال ديسبيسمنت، وبتحل كلياته على اساس انه بدلاله بي، طلع بتحل المنبر اي بي بدلاله بي، وبي سي بدلاله بي، واي سي بدلاله بي. الديفرنشال لهم اللي هو المعامل بي، الديفرنشال لهم معامل بي. فالان لما بي بتساوي زيرو عباره عن كم؟ هذا القيم، يعني لما ما يكونش في ان، وهي اطوالهم بضربهم وبيطلع معي هذا الجواب. طبعا لاحظ هذا 10.67 بيطلع معك نفسه، بس الفرق انه هون معادله الطريقه اللي هذا اللي بيبدا بحرف السي شو كان يحكي لك؟ كان يحكي لك بتحط اللود بي، وهاي يعني طلب مني horizontal deflection بتحط هون load b، فبتوجد المنبرات بدلالة b، والdifferential إلهم هو معامل b، والان capital اللي هي اللودات بدون b، يعني لما b بتساوي 0، وهاي الان capital هيها والdifferential n على هيها في n على e، وبخلص التراس. هذا نفس الشيء.
طبعا لكل ممبر تجمع، او انه هاي يعني هي هاي يعني 312 زائد هاي هذا نفس الاشي، هذا نفس اللي ترسلح لنا اول شيء، بس بطريقة اللي هذا اللي شو اسمه بتحط بي هون مع الاربعة، فكل شيء بنجمع له بي، لما بي زيرو لما الديفرنشال الها هاي، ولما بي بتساوي اربعة يعني هي فعليا لما بي بتساوي زيرو هاي ها. هذه هاي القيمة يعني صار لما حل بثلاثة الأربعة والبي مع بعض فخلى البي زيرو، يعني لما تكون البي على نفس المكان بتساويها هي نفسها. يعني شوف كيف فرض الأربعة هي نفسها بي عادي ما كانت، لو بدك تحل طبيعي زي ما أنا شرحت لك يعني تحط بي وأربعة يعني أربعة زائد بي وتحل بطلع معك نفس الجواب. جرب هاي بروبلم بس مش واضحين، هيك بكون خلصت شابتر، إن شاء الله أكون إني شرحت مظبوط. طبعا الفيرتشوال وورك وهذيك الطريقة نفس الإشي، طبعا هيك المادة بظل علينا الإنفلونس لاين. إنفلونس لاين مشروع فيديوهات قديمة تقريبا إشي بسيط، بس إن شاء الله بحاول أسجلكم فيديوهات إله وإن شاء الله خير. هيك بكون خلصنا الديفليكشن اللي هي مادة السكند، بظل علينا مادة الفاينل اللي هي الفيرتشوال وورك في المادة الانفلونس لاين. المهم انه لازم انت تتقن الفيرتشوال وورك، تحل بايدك امثله كثير، لانه بصراحه شابتر 10 اللي هو الفورس ميثود اللي هي ستراكشر 2 بيعتمد بشكل اساسي على الفيرتشوال وورك. وهيك يعطيكم الف عافيه.